يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا للانتخابات الرئاسية والذين يستجيبون للشروط القانونية الموضوعة. ويجتمع المجلس للبت في ملفات 17 مرشحا، ويعقب الاجتماع الإعلان عن الملفات المقبولة والمرفوضة بصفة رسمية وأسباب رفض هذه الملفات. إذن من في خضم هذه المأساة التي يشهدها شهد العالم، نذهب إلى تونس حيث المشهد الانتخابي وربما يتكرر موضوع الصراعات السياسية هنالك حول هذا المشهد. من تونس تنضم إلينا نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية لوضعنا في تفاصيل هذا المشهد. أهلا بك نسرين. إذن هنالك 17 مرشحا، واليوم سيصدر قبول أو رفض تلك الملفات للمرشحين. ضعينا في التفاصيل لديك، ومن هم أبرز المرشحين المنافسين للرئيس قيس سعيد؟ تحياتي. سأبدأ من آخر سؤال. أبرز المرشحين الرئيسيين المنافسين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد هم تقريبا 5 مرشحين، من بينهم رئيس أو أمين عام التيار الشعبي زهير المغزاوي. هناك أيضا منذر أزنيدي الذي قال إنه يعني كان لديه صعوبات في الحصول على بطاقة السوابق العدلية، والتي أصبحت هيئة الانتخابات تعدها من بين الشروط الأساسية لاستكمال هذا الملف. هناك أيضا عدد آخر من المرشحين البارزين، بعضهم كان قد ترشح في الانتخابات السابقة، ومن بينهم الوجه المعروف في المشهد السياسي التونسي الصافي سعيد، لكن الصافي سعيد قد أعلن بالأمس انسحابه من هذا السباق الرئاسي بسبب بعض هو وصفها بالتعطيلات الإدارية، ولكن يبدو أن ملفه كان منقوصا. هيئة الانتخابات كانت قد أعطت مهلة ب 48 ساعة للمرشحين لاستكمال ملفاتهم، هؤلاء الذين كان لديهم مشكلة في بعض يعني الوثائق المنقوصة، وخاصة في مسألة التزكيات الشعبية، لأن الهيئة تشترط على الأقل 10,000 تزكية شعبية، ولكن البعض منهم قد جمع أقل من هذا العدد، والبعض الآخر كان لديه مشكلة في بعض البيانات للمزكين، بيانات غير دقيقة المزكين، وبالتالي رسلتهم الهيئة يوم الأربعاء بعد اجتماعها للنظر في الترشحات، رسلتهم واعطتهم مهلة ب 48 ساعة يعني تصحيح هذه التزكيات أو إلحاقها بتزكيات جديدة. يعني من بين المرشحين أو ربما القائمة النهائية للمرشحين الرئيسيين أو الجديين مثل ما يوصفون هنا في تونس هم 6 مرشحين، من بين هؤلاء 17 مرشحا الذين قدموا ترشيحاتهم لدى هيئة الانتخابات اليوم عند 7 مساء بالتوقيت المحلي، يعني في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة الأولية لهؤلاء المرشحين المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024. وهناك مهلة ب3 أسابيع لتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية، الطعون طبعا في قرارات الهيئة فيما يتعلق بهذه القائمة الأولية للانتخابات. بعد 3 أسابيع ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية طبعا بعد قرارات المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالطعون. يعني والانتخابات كما نعلم التي ستجري في أكتوبر أو في نهاية ديسمبر وأكتوبر المقبل. طيب نسرين، كنا قد اعتدنا في الانتخابات الرئاسية في تونس أن هنالك أحزاب، هنالك تيارات تقف وراء المرشحين، وهنالك مستقلين كما حدث مع قيس سعيد رئيس قيس سعيد وغيره من الذين رشحوا في الانتخابات الغابرة. الآن كيف يمكن أن نصف واقع هؤلاء المرشحين؟ هل هنالك من أحزاب خلفهم؟ أه
تعلم أن المشهد السياسي في تونس الآن متغير كثيرا، هناك تراجع في ثقة الشارع التونسي في الأحزاب السياسية، يعتبرونها أن سبب كل يعني الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، وبالتالي أصبحوا يختارون مرشحين أو ينتخبون منهم خارج منظومة الأحزاب، وهذا ما حصل مع الرئيس قيس سعيد في العام 2019. ويعني هناك يعني تقريبا المؤشرات تقول أنه هناك إمكانية كبيرة لإعادة ترشيح الرئيس قيس سعيد أو إعادة انتخابه لولاية ثانية، بدليل أنه وبتصريح خاص منه عندما قدم ترشحه لدى هيئة الانتخابات قال أنه جمع 240 ألف أو أكثر من 240 ألف تزكية، وقال إن باب التزكية ما زال مفتوحا، وعاد بعد يوم أو يومين وألحق مجموعة أخرى من التزكيات، وأصر الرئيس قيس سعيد على أن يكون ملفه متضمنا للتزكيات الشعبية، في إشارة منه لأنه يعني مقبول لدى الشارع التونسي وأن هناك يعني رغبة في إعادة ترشيحه. قال أيضا إن هذه التزكيات تم جمعها من قبل متطوعين بإمكانياتهم الفردية ومواردهم الخاصة، ليس هناك يعني شراء للتزكيات مثل ما حصل مع بعض المرشحين والذين فتحت في شأنهم تحقيقات لدى القضاء بشأن تزوير تزكيات أو شراء تزكيات، يعني تقديم أموال للمواطنين للحصول على تزكياتهم لبعض المرشحين لمرشحين بعينهم. بعض المرشحين فتحت في حقهم يعني تحقيقات قضائية، وأيضا بعض أعضاء ما يعني حملاتهم الانتخابية ألقي القبض عليها وهم محل تحقيقات. بالتالي كل هذه المعطيات التي أتحدث عنها تشير إلى أن الشارع التونسي لا يرغب في الأحزاب بل يرغب في مرشح مستقل، ربما هذا هو ما تقوله هذه المعطيات. كنا تحدثنا عن زهير المغزاوي، تقريبا هو الوحيد من بين يعني الشخصيات الحزبية المتقدمة لهذه الانتخابات، هناك وجوه أخرى معروفة بنشاطها السياسي ولكنها مستقلة عن الأحزاب، هناك أطباء، هناك يعني البعض حاول تقديم ترشيح، يعني كل القائمة 17 سواء من جمع التزكيات. نعم، كل القائمة 17 المتقدمين للترشح هم مستقلون باستثناء سيد زهير. نعم أغلبهم، ليس جميعهم ولكن أغلبهم مستقلين، ونتحدث عن قائمة 17 قدموا ملفهم، ولكن اليوم ستعلن الهيئة تقريبا عن حوالي 6 مرشحين فقط من سيتقدمون لهذا السباق الرئاسي، طبعا في انتظار تأكيد الهيئة من هؤلاء 6، لأن هؤلاء ما يطلق عليهم هناك مثل ما قلت المترشحين الجديين، يعني المترشحين الذين ملفاتهم كاملة وثائقها وأيضا تزكياتهم صحيحة. نعم، نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، شكرا لك لوضعنا في واقع المشهد الانتخابي في تونس وحيثياته، شكرا جزيلا لك.